السلام عليكم. عرف تويل آية عين الدفلة في الساعة الأخيرة حالة هلع وخوف بين المواطنين بعد سماع صوت قوي ومخيف. وقالت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك في الساعة الأخيرة أن سكان ولاية عين الدفلة خرجوا من منازلهم خائفين بعدما ظنوا أن زلزالا قوي قد وقع بالمنطقة. وحسب ذات المصادر فإن الصوت القوي تبين أنهم في جار قوي في مصنع للبارود بحي زوقالة في مليانة بولاية عين الدفلة. الحادث سبب في سقوط 8 ضحايا كلهم مصابين إصابات متفاوتة. تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في هذه الحادثة.